بسم الله الرحمن الرحيم. يونت 8 الدي ان اس. ان شاء الله هنتكلم في الانترودكشن تو دومين نيم سيستم. هنشوف يعني ايه دي ان اس اصلا, وهنشوف ايه هي الروت هنتس دي, وهنشوف الكويري بتاعت الدي ان اس انواعها ايه, وهنشوف حاجه اسمها الفوروردنج والكاش سيرفر ايه هو, وهنتكلم عن حاجه اسمها الزون. في الاخر خالص هنعمل كونفيجريشن بقى للكلام ده كله. تمام. طيب الاول, هو اصلا يعني ايه دي ان اس؟ يعني ايه دي ان اس؟ طيب قالك الدي ان اس ده باختصار كده, انت عندك مثلا بي سي اسمه بي سي 1, وعندك جهاز تاني اسمه بي سي 2. لو بي سي 1 حب يكلم بي سي 2, يعني عاوز يخش على الشير مثلا, يعمل اي حاجه من على النتورك, هيعمل ايه؟ مثلا عاوز يدخل اشياء, هيفتح الرن دي ويكتب 2 باك سلاش ويكتب اسم الجهاز, يعني هيعمل كده 2 باك سلاش ويقوم كاتب الايه الاي بي ادرس, صح؟ او يكتب ايه الاسم الجهاز اللي هو مثلا بي سي 2, صح كده؟ طيب نفترض ان انت عندك في الشركه بتاعتك 1000 جهاز. المطالب عشان انت تدخل على 1000 جهاز دول تبقى حافظ اسم كل ايه جهاز مين صاحبه, يعني انا عايز ادخل عند اسلام, فاسلام ده جهازه اسمه كذا, اسمه بي سي 7 مثلا, فانت لازم تبقى حافظ الكلام ده. طب انت ايه مش وارد ان انت تنسى برضه ولا ايه؟ طبيعي. طيب فهنا عندك بيقول لك حاجه اسمها, في حاجه اسمها ريزولف نيم. يعني ايه ريزولف نيم؟ يعني انت عاوز بقى ها معاك نيم بس عاوز تاكسس بالاي بي ادرس. طب ليه؟ قال لك اصل انت لما بتيجي تخش على اي جهاز, لما بتيجي تاكسس اي بي سي, انت اصلا بتاكسس بالاي بي ادرس مش بتاكسس بالنيم. يعني انت الاسم اللي انت بتكتبه دوت ها, في حاجه في الباك جراوند بتعمل لك ريزولفنج للنيم, بتحول النيم ده من نيم لاي بي, زي ما كل جهاز ليه الاي بي ادرس بتاعه وليه النيم بتاعه, فالنيم ده ريليتد بالايه؟ ها بهذا الاي بي. طب ايه اللي بيحصل بقى؟ ناخد مثال مثلا تاني. نفترض ان انت دلوقتي سيادتك كده عاوز, انت بي سي اهو, عاوز تروح ياهو دوت كوم, ماشي كده؟ عاوز تروح ايه دبليو 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 دوت ياهو دوت كوم, وده ياهو, ده ايه ده السيرفر بتاع ياهو. انت فعليا لما بتيجي تاكسس ياهو مش بتاكسس ياهو بالنيم, يعني انت بتكتب ياهو دوت كوم, لا اللي بيحصل ايه؟ بيتكلم حاجه اسمها دي ان اس, تقول له دي ان اس تعرف حد اسمه دبليو 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 دوت ياهو دوت كوم؟ فيقول لك دبليو 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 دوت ياهو دوت كوم ده انا عارفه او ما اعرفوش, خلاص كده. طب ناخد مثال, يعني ايه الدي ان اس ده؟ مثال زيه كده زي التليفون بتاعك, انت مثلا مسجلني عندك باسم مين؟ مؤمن. هل انت حافظ رقم تليفوني؟ موجود على الشاشه. انت هل انت حافظه؟ لا, انت اكيد مش تحفظ رقم تليفوني ولا تحفظ ارقام تليفونات كل الناس اللي عندك, ولو حفظت عمرك ما تحفظهم كله, صح كده؟ طب انت بتيجي تتصل, بتتصل بتعمل ايه يعني؟ بتبقى انت اصلا مسجلني عندك على التليفون ها ان مؤمن بيساوي رقم التليفون المعين. طب هل انت لما تيجي تتصل بيا بتتصل باسمي ولا بتتصل برقم التليفون؟ ها اكيد بتتصل برقم التليفون, بس مين اللي بيعمل لك سيرش في الاخر؟ مين اللي بيقول لك ان الاسم ده بيساوي رقم التليفون ده؟ التليفون بتاعك, تمام كده؟ فدي الناس نفس الكلام متسجل فيه بيقول ايه؟ والله ان ياهو ده بيساوي الاي بي ادرس الفلاني, فانت لما تيجي تقول انا عايز اروح ياهو, بيقوم هو يوديك فين؟ يديلك الاي بي ادرس الفلاني. دي وظيفه الايه؟ الدي ان اس, او بيسموه ريسورس لوكيتور, تمام كده؟ طب احنا ناخد مثال ده, مثلا انت عندك مثلا سيرفر 1 سيرفر دوت سيلز دوت ساوث دوت مؤمن دوت كوم. ايه اللي بيحصل؟ انت جهاز اهو مثلا, نفترض ان انت عاوز ايه ها, عاوز سيرفر 1 ده, انت قاعد هنا اهو وبتقول انا عاوز سيرفر 1 ماشي دوت سيلز دوت ساوث دوت ايه مؤمن دوت كوم. بتقوم عامل ايه؟ عندك حاجه دي ان اس بتاعك انت اللي بيخدم عليك, دي الناس اللي بيخدم عليك ده خلاص, ممكن يكون هو بتاع الاي اس بي, فانت بتروح تسال الاي اس بي تقول له اي اس بي انا عاوز اوصل لسيرفر 1 دوت سيلز دوت ساوث دوت مؤمن دوت كوم. يقوم هو يبص عنده, هل عنده حاجه اسمها
بالاسم ده الفولي كواليفايد دومين نيم ده الاسم بالكامل ده كله، لو ما لقاش ها يقوم باعت للدي ان اس اللي بعديه، لو في دي ان اس تاني بعديه يقوم باعت له يسال ده يقول له انت عندك حاجه زي دي، لو عنده هو مرض عليه بالايه بالاي بي ادرس، ومن ثم ده هيرد عليه على الكلاينت. طب لو ما لقاش يقوم باعت لحاجه اسمها الايه ها الهوت هند بوينت نقطه فاضيه. الهوت هند دي بيبقى موقعها يا شباب، ما تقول له شايف كل الفولي كواليفايد دومين نيم ده بيبقى موقعها هنا بس بس هيدن ما حدش بيشوفها، تبقى بعد كم كده حدش ايه ها بيشوفها. فبيروح يسال يقول له عندك سيرفر 1 روسيلز وتساوز دوت كوم، يقول له بص انا ما اعرفش مين سيرفر 1 ماشي، وما اعرفش مين سيلز، وما اعرفش مين ساوز خلاص، وما اعرفش مين مؤمن، بس انا عندي حد اسمه ايه ها دي ان اس سيرفر تاني اسمه كوم دوت دي اللي هو تنت ده، ده عباره عن دي ان اس سيرفر تحتيه مين دوت نت ودوت كوم ودوت او ودوت دوت جاف وكل ده دوت اي جي وهكذا. فاقول له انا ما اعرفش كل الكلام ده، انا اعرف مين ها دوت ها تحتيه كوم على طول، يقوم رايح لكوم يا كوم انت تعرف سيرفر 1 دوت سيلز دوت ساوز دوت مؤمن دوت كوم، تقول له بص انا اعرف ايه انا ما اعرفش مين سيرفر 1 ولا اعرف مين سيلز ولا اعرف مين ساوز، بس انا عندي تحتيه مين مؤمن ايه صب من يعني ايه مؤمن دوت كوم. تقوم روح للدي ان اس اللي اسمه مؤمن واساله يا مؤمن انت عندك حد اسمه سيرفر 1 دوت سيلز ها دوت ساوز، يقول له انا ما اعرفش مين سيرفر 1 ولا سيلز بس انا عندي ايه ها ساوز، روح له واساله. يوم راح للساوز يقول له ايه تعرف حد اسمه سيرفر 1، يقول له سيرفر 1 ده عندي موجود بيساوي مثلا الاي بي ادرس الفلاني هو ايه 1111. يقوم واخد الاي بي ادرس ده يقوم راجع كل ده تاني، يقوم ايه يدي لي الكلاينت، يقوم الكلاينت ياكس على طول على مين على السيرفر ده. واضحه الجزء اللي فوق ده اسمه ايه عود دومين، اللوت هنت دي اسمها ايه دي عود دومين. الليفل ده اللي هو ايه دوت كوم وجاف ونت واورج والكلام ده كله اسمه ايه توب ليفل دومين، اللي صب منه اسمه ايه سكند ليفل دومين. طب اللي منه بقى اسمه صب ايه صب دومين ماشي كده. طيب هنا بيديك مثال انت عندك ثلاث حاجات، عندك الدي ان اس كلاينت، الدي ان اس كلاينت اللي هو ايه الكلاينت ذات نفسه اللي هو عاوز كذا اللي عاوز يريزولف نيم عاوز يلوكيت نيم معين يوصل لاي بي معين، وعندك الدي ان اس سيرفر الكلاينت لما بيحبوا يسالوا بيسالوا مين الدي ان اس سيرفر بتاعهم، فبيشوفوا عندهم لو ما لقوش يقوم عاملين ايه يبعتوا لمين لوت هنت، لوت هنت بقى تبعت لكم او ايديو او هكذا ماشي كده. فانت عندك بابليك دي ان اس وعندك ايه ها برايفت دي ان اس، ده اللي بيخدم عليك بيسموه الاوثوريتيف دي ان اس ماشي كده. طيب الدي ان اس بقى يا شباب ايه اللي فيه يعني ايه التفاصيل اللي فيه؟ مفيش اي حاجه خالص، كل اللي فيه عباره عن شويه ريكورد، عباره عن شويه ايه ها ريكورد سجل. السجل ده بيقول ان الجهاز الفلاني ده بيساوي الاي بي الفلاني ده بس، ده دي نوعيه الريكورد اللي موجوده. طب زي ايه الريكورد اللي موجود عندك؟ عندك ريكورد اسمه ستارت اوف اوثوريتي، ريكورد اسمه ايه اس او اي ستارت اوف اوثوريتي. لو انت عندك اتنين دي ان اس بيعملوا ريبليكيشن مع بعض يعني هم عاملين باك اب مع بعض، بس ده المعلومه اللي عنده بيروح يوديها للتاني بيحصل سينكرونايز، ففي ريكورد مسؤول عن الكلام ده اسمه ستارت اوف اوثوريتي تمام. وفي عندك الاي ريكورد، الاي ريكورد او اسمه الهوست ريكورد، اي بي سي عندك او اي هوست، كلمه هوست يعني ايه اي ديفايس ها ليه كارت نتورك وبياخد طبيعي اي بي ادرس ده بيبقى اسمه ايه هوست. اي هوست عندك يعني اي ديفايس برينتر بي سي موبايل كل الكلام ده اسمه هوست، فبالتالي ليه كارت نتورك وبياخد ايه اي بي ادرس، ده بيتكريت له حاجه اسمها اي ريكورد. طب السي نيم او الالياس ريكورد، انا ممكن ابقى عندي سيرفر اسمه سيرفر 1 دوت مؤمن دوت كوم، انا ممكن اعمل له ايه مثلا سيرفر 1 ده اسم مش عاجبني فممكن اقول له ايه خلاص سمهولي دبليو دبليو دبليو. يبقى لو حد كتب دبليو 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 دوت مؤمن دوت كوم ها يعمل له ايه ريزولف برضه يوديه مين لسيرفر 1 دوت مؤمن دوت كوم. ليه؟ عشان عملت له الياس، الياس يعني ايه عملت له اسم تاني اسم مستعار ليه تمام كده. طب ايه الام اكس ريكورد بقى؟ قال لك ده ميل اكستشينج ريكورد، يعني انت لو عندك ايميل سيرفر عشان الناس تعرف تاكسس الايميل بتاعها
من خلال الدي ان اس يروحوا يسالوا الدي ان اس، فالدي ان اس يبعتهم على الميل سيرفر. عشان يبعتهم على الميل سيرفر لازم يكون الميل سيرفر بتاعك معمول له ايه، ام اكس ريكورد. ماشي. طيب بعد كده عندك السيرفيس ريكورد او الريسورس سيرفيس ريسورس ايه ريكورد. ده بيعمل ايه بقى؟ قال لك لو انت عندك سيرفيس معينه زي ايه مثلا، لو انت سالت على الدي ان اس تقول له دي ان اس انا عاوز اعمل لوجن على البي سي بتاعي. يعني ايه تعمل لوجن؟ يعني انت معاك يوزر نيم وباسورد عاوز تقعد على الجهاز بتاعك. يوزر نيم وباسورد يعني تعمل حاجه اسمها اوثنتيكيشن، تحقيق، انا هحقق منك. طيب هروح اسال دي ان اس اقول له يا دي ان اس انا عاوز اعرف مين الشخص اللي هيعمل لي الاوثنتيكيشن. مش الاوثنتيكيشن دي عباره عن سيرفيس؟ فالسيرفيس هيكون بقى متسجل فيه مين هو الشخص بتاع الاوثنتيكيشن مثلا. لو الناس درست مايكروسوفت اكتيف دايركتوري وكده هيبقوا فاهمين الجزئيه دي. تمام. طيب عندك بعد كده النيم سيرفر ريكورد. ماشي. ده بقى فيه موجود ريكورد متسجل فيه ايه، كل ريكورد الخاصه بالنيم سيرفر. النيم سيرفر اللي هو اي دي ان اس سيرفر موجود بيبقى متكيش جواه. يعني انا لو بصيت جواه ايكو دوت اعرف انا عندي كام دي ان اس سيرفر، والاربعه ايه ايكو دوت بيبقى متسجل فيه ايه، هو ده الهوست ريكورد. بس لو المكنه لو الماشين او الهوست بتاخد اي بي فيرجن 6، يعني لو الماشين دي واخده اي بي فيرجن 6 ها بيسجل لها بايه، باربعه اي ايكو دوت. انما لو واخده اي بي فيرجن 4 بتسجل لها بالايه، بالاي ايكو دوت بس. ماشي. طيب زي ما قلنا روت هنت بتشتغل ازاي. الكلاينت بيسال الدي ان اس بتاعه، لو الدي ان اس ما يعرفش بيبعت لدي ان اس تاني عنده، لو الدي ان اس التاني ما يعرفش او هو مع يعني على طول ما عندوش دي ان اس تاني يبعت له، يقوم باعت لدي ان اس اللي هو مين، ها الروت الدوت روت هنت. روت هنت بقى يقوم هو باعت لمين، لكم وجاف وهكذا. انواع كويري. كويري يعني استعلام. انا كلاينت دلوقتي بستعلم، بقول له ايه لو سمحت انا عاوز اعرف ميل 1 دوت مؤمن دوت كوم ده الاي بي بتاعه بكام، يعني ده اسمه استعلام كويري. فالكويري اللي ما بين الدي ان اس، الدي ان اس كلاينت اللي هو كلاينت يعني، وما بين السيرفر بتاعه اللي هيخدم عليه الدي ان اس، كويري اسمه ايه، ريكيرسيف كويري. لما كلاينت يكلم سيرفر يبقى ده اسمه ايه، ها ريكيرسيف كويري، يقوم موزع عليه بالاي بالاي بي. في نوع تاني من الكويري اسمه ايه، ايتريتيف. الايتريتيف هنا معناها ان سيرفر بيكلم سيرفر. نفترض الكلاينت ده عاوز يسال على مؤمن دوت كوم. ماشي. فبيقول له ايه، بيبعت للدي ان اس بتاعه يقول له يا دي ان اس مين ميل 1 دوت مؤمن دوت كوم الاي بي بتاعه كام. فالدي ان اس ده بس عنده ما لقاش، يقوم باعت للدي ان اس التاني. لما دي ان اس يكلم دي ان اس يبقى النوع ايه، ايتريتيف كويري. خلاص يقول له لا، طب روح كلم روت، مش هروت ده دي ان اس. قال له روح لكم، فراح لكم، فراح يكلم الدي ان اس اللي اسمه مؤمن دوت كوم، فرد عليه. ها فلما رد عليه راح رد ده عليه قال له ايه، قال له الاي بي بتاعه كذا. ده اسمه ليه، الايتريتيف كويري. طب ايه الفوروردنج بقى؟ فورورد معناها ايه بقى، انا بقول له ايه، ها لو الكلاينت ده حب يسال على حاجه معينه للدي ان اس بتاعه، اللوكال دي ان اس بتاعه، فيقوم السيرفر دي ان اس يعمل ايه، يبعت الباكت ده على طول زي ما هي كده من غير ما ايه، ما يستعلم عنها مع دي ان اس تاني. يعني يقوم بص هو بعت له ايه، ريكيرسيف، يقوم واخد الباكت دي زي ما هي كده يقوم بعتها له ايه، ريكيرسيف برضه، ويقوم ده هو اللي يتعامل في الموضوع ده، يقوم هو بقى اللي يتكلم. واضحه كده؟ يبقى فورورد ده معناها ايه، ها ان انا ما اخليش الدي ان اس بتاعي هو اللي يرد، دي اخلي دي ان اس تاني هو اللي ايه، يستقبل الباكت وهو اللي يبدا يرد على الناس. ماشي كده. طيب عندي حاجه اسمها الكاش دي ان اس. ايه الكاش ده؟ انا عندي اتنين كلاينت وعندي دي ان اس وعندي سيرفر ايه مثلا. الكلاينت ده بيقول ايه، هو سيرفر ايه ده الاي بي بتاعه كام. فحصلت الموضوع ده كله وطلع الدي ان اس بتاعك جاب الايه، ها جاب ان يعني جاب عمل لك ريزولف، قال لك والله الاي بي بتاعه مثلا 144، وراح يقوم عامل ايه، يقوم مكيش عنده ان سيرفر ايه دوت مؤمن دوت كوم السيرفر ده مثلا، ها الاي بي ادرس بتاعه كذا. في حاجه اسمها تايم تو ليف. تايم تو ليف ده يعني الفايل ده او الكاش ده هيقعد قد ايه. ماشي. طيب كلاينت 2 بقى حب يسال تاني على سيرفر ايه ده، فلما يسال الدي ان اس بتاعه يقوم يرد عليه بايه على طول، من الكاش. ليه؟
خلى الدنيا سريعة، اللي يخليه يطلع يلف كل ده كله مع ان عنده كاش مكيش فيه. ماشي. طيب بعد كده بقى عندي حاجة اسمها الزون، عندي حاجة اسمها الايه، الزون. طبعا الكلام ده بنقوله ده كله يعني الناس اللي يعني ريكومند تبقى فاهم الكلام ده، الناس اللي دارست مايكروسوفت او هكذا، الكلام ده بالنسبة لها سهل طبعا، هي فقط الكونفيجريشن مش اكتر، بس احنا بنعيد عليه طبعا عشان الناس تبقى فاهمة. زون يعني ايه؟ زون يعني المكان اللي انا بيخدم عليا. يعني لما اجي اقول مؤمن دوت كوم ده اسمه زون، يعني اي جهاز تحت اي ام اس سيرفر 1 دوت مؤمن دوت كوم، بي سي 1 دوت مؤمن دوت كوم، اي حاجه من الحاجات دي، يبقى ده تحت نطاق الايه، الزون. الزون يعني المساحه اللي تحتيها هذا ايه، هذه الاجهزه او هذه الهوستس او هذه السيرفرات وهكذا، فانا بالتالي ببدا اخدم ايه عليها. تمام. الزون بقى عندك فيها انواع، الزون فيها انواع مختلفة شوية عن مايكروسوفت. عندك البرايمري زون او الماستر زون، دي الزون اللي باي ديفولت انت بتعملها في الاول، البرايمري او الاولانية او الماستر يعني الاساسية، دي اللي بتخدم على كل الكلاينت اللي عندك وبتعمل كاش وبتعمل كل حاجة. طب ايه السكندري بقى؟ السكندري دي، ها، دي زون تانية، ها، بتاخد كوبي من مين؟ من الماستر زون او اسمها السليف، يعني ماستر وسليف. يبقى التانية دي ايه؟ ها، زون نفس الزون التانية بالظبط، وبتخدم لو قران سألها ترد عليه كل حاجة، بس المعلومات اللي جواها او الريكورد اللي جواها تاخدها من مين؟ ها، من الماستر ايه؟ زون. ماشي كده؟ طيب الزون بقى يا شباب ليها انواع، في عندك حاجة اسمها الفورورد زون، وعندك حاجة اسمها الايه، الريفيرس زون. ماشي كده؟ الفورورد والايه والريفيرس. الفورورد زون بتقول لك ايه؟ لو انت معاك نيم وعاوز تجيب الاي بي، ها، الفورورد زون هي اللي هتوفره لك. يعني بص، انت معاك كلاينت 1 وعاوز تعرف الاي بي بتاعه كام، ماشي، تقوم سأل مين؟ الفورورد زون دي، يقوم هي عامل لك ايه؟ ترد عليك بالاي بي. طب لو انت معاك، في بقى ريفيرس زون، لو انت معاك الاي بي وعاوز تعرف النيم، مثلا لقيت اي بي معين انتي فايروس قفش بيقول لك ايه ده، بيهاك عليك، بيعمل عليك دي مثلا دوس اتاك او دي دوس اتاك، بيعمل لك دينايل اوف سيرفيس، بيوقعلك الدنيا يعني، فباين بيبانك عليك بترافيك كبيره، فانت عاوز تجيبه، معاك الاي بي بس معكش الجهاز، فممكن من خلال الريفيرس زون تجيب مين؟ ها، الاسم بتاعه. طب تعالى نعمل انستليشن ونشوف بقى، ونشوف الكونفيجريشن ايه. الاول انا عاملهم لكم بالظبط، يعني الدي ان اس سيرفر شباب في لينكس، الباكج بتاعته اللي هتعملها انستليشن اسمها بايند، اسمها ايه؟ البايند. ماشي. السيرفيس نيم بقى اسمها نيمد، السيرفيس اسمها ايه؟ نيمد. انما الباكج اللي سطبها اسمها ايه؟ بايند. هتعمله كده طبعا، تستخدمه يام تولز، تقول له انستول بايند، تقول له بايند داش لبس. ماشي. طبعا في سبيس، يعني هنا في سبيس وهنا في سبيس، وهنا بايند تشينج روت. ماشي. وبايند يوتيلز، وبعد كده كاش نيم سيرفر ايه، اوكي، وتسطب. هيطلع هو طبعا بيم، احنا عارفينها بتعمل ايه، خلاص انا طبعا عملت الخطوه دي. طبعا انا بستخدم سنتوس عشان هي نفس الكلام، مفيش اختلافات يعني كتيره خالص. ماشي، تمام كده، عشان بس ايه اليوم بتشتغل معانا. وبعد كده بيقول لك ايه بقى، بص هقول له ار بي ام داش كيو، كيو ده زي ما عارفين عشان نعمل ايه، نعمل كويري. ماشي. عندنا الباكج اسمها بايند، بيقول لي فعلا بايند دي معمول لها ايه، انستليشن. طيب بعد كده بيقول لك ظبط لي الاي بي ادرس بتاعك، خلاص ممكن تظبطه بايه، اف كونفج او النيت، ممكن اقول له ايه، نيت عارفينها. ماشي. وما داخل جوه مثلا كارت النتورك، ماشي، واقول له ايه مثلا الاي بي ادرس بتاعي كذا. ماشي. اقول له ايه الاي بي ادرس بتاعي كذا. وبالنسبه للدي ان اس بتاعي البرايمري مين هو، ها، احط الدي ان اس اللي هو انا برضه 1.100 مثلا، مش هو، مش انا هبقى نفس الدي ان اس، اقول له ايه اكتيفيت، اوكي. ماشي كده. لو قلت له اي بي، لو قلت له مثلا بينج،
لوكال هوست. طبعا اقول له بينج الاي بي ادرس بتاعي، بيرد عليا ماشي كده. طيب بعد كده بيقول لك ايه تيست كونكتيفيتي، خلاص احنا عملناها. غير بقى الكمبيوتر ايه، ها السيرفر نيم، احنا كنت عامله سيرفر 1، نخش نتاكد منه ونعمله ماشي. تخش جوه الفايل اسمه في اي اي دي سي كونفيج، ماشي. جوه فايل اسمه ايه نتورك، خلاص. تعالى كده على هوست نيم دي وعدل، قول له ايه انا عاوز اعمله مثلا دي ان اس 1 دوت ايه مؤمن دوت كوم، ونعمل ايه سيف ماشي كده. ماشي. بعد كده بيقول لك ايه، هتخش جوه الفايل اللي اسمه هوستس ده في اي تحت اي تي سي هوستس، وتضيف هنا ريكورد تسميه ايه، ها تديله الاي بي ادريس بتاعه 1.100، وهتسميه ايه دي ان اس 1 دوت مؤمن ها دوت كوم ماشي. وبعد كده ده الفايل اللي بتريزولف فيه الايه، لو قلت له سالته بالنيم يقوم يديك الايه الاي بي ادريس، خلاص كده. ففي بقى فايل عندك كمان اللي هو ايه ريزولف العكسي بقى، تقول له في اي اي تي سي اسمه ايه ريزولف دوت كوم، هتقول له هنا ايه لو حد سالك عن نيم سيرفر الاسم بتاعي يعني، ها اديله ايه الاي بي ادريس ده ماشي كده. تمام، هو محطوط، لو مش محطوط طبعا سيادتك هتحطه. تقول له بقى سيرفيس ماشي نتورك ماشي ريستارت. تمام تمام ماشي كده خلاص. طيب في بقى فايل بيبقى اسمه نيمد، لا لا في الايه الكونفيجريشن فايل بتاعنا ماشي كده. في فايل مهم اسمه نيمد دوت ار اف سي ماشي، ممكن الرقم ده يختلف من اصدار من فيرجن لفيرجن، يعني من ديستريبيوشن لديستريبيوشن، اسمه نيمد ماشي دوت ايه ار اف سي. هو ده الفايل ده، هو ده اللي فيه الكونفيجريشن فايل بتاع الدي ان اس ماشي. هتيجي على الزون دي، الزون باي ديفولت اسمها ايه لوكال دومين ماشي، قوم انت عامل ايه امسح لوكال دومين دي، عاوز تسميه ايه مثلا مؤمن دوت كوم ماشي خلاص. وبيقول لك ايه انت عندك الفورورد لوك اب زون وعندك الريفرس لوك اب زون صح كده. اه الفورورد لوك اب زون هي دي، عاوز يسميها ايه، اسميها مؤمن دوت كوم مثلا. طيب الفايل بقى اللي فيه الداتابيز، ها بيقول لك الفايل اسمه لوكال دومين دوت زون، انت ممكن تغيره من هنا بس لازم ايه تتشنج اسم الفايل اللي انت اصلا هتروح تعدل فيه زي ما في الصوره كده. بس ده ايه يا شباب، ها نوت ريكوايرد، يعني مش لازم تعمل الكلام ده، انت ممكن تسيبهم زي ما هو بس احفظهم، وممكن تغير ده تسميه فورورد مثلا وتروح انك تعمله كده خلاص. وتقوم جاي على الزون دي ماشي، دي الايه ها الريفرس لوك اب زون، تقوم عامل ايه زيرو او واحد سوري ماشي 192، تكتبها بالعكس كده ماشي. طيب ماستر ممكن يبقى سليف على فكره، يعني دي ان اس تاني سكندري والاسم بتاعه ها نيمد ها دوت لوكال ماشي خلاص كده. يبقى انت كده ايه عملت علقت في الكونفيجريشن فايل، قلت له والله ها ده بالنسبه للكاش، لو انت عندك كاش سيرفر بيقول لك ايه ها دوت ان هو هيكيش ماشي نيمد دوت كاش الفايل بتاعه. هنا الفورورد لوك اب زون بتاعتك ها هيبقى اسمها مؤمن دوت كوم، والفايل بتاعها اهو
وعندك الريفيرس اللي هي العكسيه هيبقى ايه؟ ها نيم دوت لوكال، خلاص ده الفايل بتاعك. طيب وتقوم ايه مسيف، ماشي كده. طيب وتقوم داخل فين بقى؟ تقول له سي دي سلاش فار تحت فولدر اسمه ايه نيمد. لو عملت ال اس كده هتلاقي عندك الايه ادي الفولدرات اللي احنا الفايلات اللي احنا كنا بنتكلم عليها من شويه. ماشي، بص افتح كده تاني، ها لوكال دومين دوت زون ده الفورورد ماشي، والريفيرس ها نيم دوت ايه دوت لوكال. خلاص كده. طيب تقوم عامل له ايه بقى؟ في اي لوكال دومين ماشي. بص بقى معايا، هتقوم عامل ايه بقى يا شباب؟ بص هتيجي على ده كده زي ما انا حاططها لك بالظبط في السلايد، تعملوها كده ماشي. هتقول له ايه؟ بالنسبه انا اسمي دي ان اس 1 ماشي دوت مؤمن دوت كوم، وفي الاخر تحط له ايه دوت لوت هند. طبعا اسمك مش لوكال دومين، مش لوكال هوست. تقوم مسح لوكال هوست ده خالص، تقول له ايه اللي هي ادمن، اللي هيبقى ادمن على الكلام ده روت دوت دي ان اس 1 دوت مؤمن ها دوت كوم ماشي. طيب وتيجي هنا بقى تعمل ايه بقى؟ بص انا بقول لك ايه الاي ريكورد وده الاس او اي ريكورد السيرف ستارت اوف اوثورتي، فاكرينه اللي احنا بنتكلم عليه في ريكورد اهو اهو ستارت اوف اوثورتي. وهنا بيقول لك ايه النتورك نتورك سيرفر ريكورد. خلاص كده خلاص. النتورك سيرفر ريكورد هسميه ايه؟ ها النيم سيرفر ريكورد، النيم سيرفر سوري معلش مؤمن دوت كوم ماشي كده. حط له طبعا الدوت معاه. طيب الاي ريكورد بقى ها الاي ريكورد 192.168.1.100 انت اسمك ايه؟ ها اسمي دي ان اس 1. وممكن اقوم جاي بقى اعمل ايه كمان؟ ها اقوم جاي اقول له ايه سيرفر 1 ماشي، اقول له كده بالظبط اي ان اي ريكورد ماشي نفس الاي بي او مثلا اي بي تاني 50 ماشي. طيب يبقى انا كده عدلت في ايه؟ ها في اول فايل عندي اهو خلاص. الفايل التاني ها في اي نيمد دوت لوكال ده بيتضاف لك فيه ريكورد اسمه البوينت ريكورد ده سوري ما ذكرناهوش. خلاص برضه نفس الكلام، هتقوم جاي هنا تقوم عامل ايه؟ تقول له انا عاوز اعدل ها الستارت اوف اوثورتي ريكورد اسمه دي ان اس 1 دوت مؤمن دوت كوم ماشي، روت هو اللي هيبقى ادمن ماشي دي ان اس 1 دوت مؤمن ها دوت كوم ماشي. وفي النيم سيرفر مين اللي هيبقى في النيم سيرفر هنا؟ نفس الكلام هيبقى دي ان اس 1 دوت مؤمن دوت كوم دوت البوينت ريكورد. البوينت ريكورد هو العكسي بقى ماشي، اقول له ايه؟ لو حد سالك على دي ان اس 1 دوت مؤمن دوت كوم خلاص ادي له الاي بي اللي هو كام؟ 100 ماشي كده. خلاص طيب انت كده عملت الايه؟ ها الكونفيجريشن. مش تتاكد بقى ان الداتا شغال عندك، تقول له ايه سيرفيس نيمد ها ريستارت ستوب كده تمام. انت الدي ان اس بتاعك شغال زي الفل. عاوز تيست بقى تقول له مثلا بنج، انا عاوز ابنج على دي ان اس ايه 1 unknown ده ممكن يبقى عاوز يعمل ريستارت بس، فانا اقول له دي ان اس 1 دوت مؤمن دوت كوم. عمل ريزولف معاك ولا لا؟ ما ينفعش ماشي عشان ده بالهوست، احنا مسجلينها بالايه بالفولي كواليفايد دومين نيم ماشي كده.
احنا كنا عاملين مثلا سوفا 1، سوفا ولا سميناه سوفا 1، سوفا 1 بص ماشي بيرد عليك اهو ماشي، ممكن تقول له ايه طب بص مثلا ما يجي نبنج على حاجة عشان تتأكد بس، بي سي 3 دوت مؤمن دوت كوم، مفيش حاجة اسمها كده. انما لو قلنا له سيرفر 1 هيرد ان ده موجود، لو قلنا له مثلا دي ان اس هيرد، ليه؟ لان ده ريكورد موجود جوه ماشي كده. ممكن اقول له ايه ان اس ها لوك اب، ان اس ايه لوك اب، انا عاوز اعرف الاي بي ده بتاع مين مثلا 51 ماشي. طبعا ده عشان جهاز ما نعرفوش، ف اقول له مثلا ايه 1.100. بيقول لك 1.100 ده اسمه ايه، النيم بتاعه اسمه دي ان اس 1 دوت مؤمن دوت كوم. بص بالظبط جابها لك منين بقى، من الزون اللي احنا عملناها، جابها لك منين ها، من الزون اللي احنا ايه عملناه. عاوز بقى اي دي ان اي اي بي تاني حطه له هيجيبه لك، بس لو متسجل عنده يعني مثلا قلت له كده 1.60 هل ده عنده؟ سيرفر كانوت فايند، هو مش قادر يوصله زي ما قال لك ايه هنا في 50 سيرفر ايه كانوت فايند. ليه؟ عارفين ليه؟ عشان احنا مش مكيشين له، مش عاملين له يعني عاوزينه يرد علينا مثلا، نو عاملين كده بقى. بص ماشي، لا ده سوري معلش named dot local ده البوينت هيكود ماشي. هقول له ايه بص بقى، لو انا عاوز يرد اقول له مثلا ايه 50 اي ان من نوع بوينت هيكود خلاص. قول لي مثلا ده اسمه عفريت اي حاجه مثلا كوكو دوت مؤمن دوت كوم. لو حد سألك على ده رد عليه قول له ايه ده كوكو 51، بس لسه ايه لسه ما جابش يعني ما كيش معاه. احنا برضه ممكن نقول عاملين له ايه كمان، انهم جايين له هنا احنا عشان مسجلينه هنا، هنسميه ايه كوكو ماشي 51 لسه ما حسش بيه. لو قلت له طيب بينج كوكو دوت مؤمن دوت كوم لسه، بس ايه بياخد وقت شوية على ما ايه ما يحس بيه. انت ممكن تعمل ستارت للسيرفيس خدت بالك، ستارت بس للسيرفيس يقوم ايه يحس بيه على طول. لو قلت له ان اس لوك اب جاب له جابوا لك ولا لا، ها ان اس لوك اب ده اللي انا بجيب بيه معايا الاي بي عاوز اعرف النيم. يبقى انا كده نجحت ان انا عملت ايه، ها عملت دي ان اس بتاعي وشغال زي الفل مفيش اي مشاكل فيه تمام كده. طيب الكاش فايل زي ما قلنا الفايل ده ممكن طبعا تتشنج النيم بتاعه مفيش اي مشاكل خالص. اتمنى تكونوا استفدتوا من السيشن بتاعه الدي ان اس دي، يعني هو لذيذ جدا بس طبعا بيبقى ايه بيبقى محتاج ممارسه وبراكتس كتير قوي عليه عشان الناس تفهمه كويس قوي يعني. بس احنا كده اعتقد غطينا الجزئيه الخاصه بالدي ان اس وناس تفهمه. انا عديت شويه في النظر شويه لان هو يعني دي ان اس انا عارف ان هو بياخد وقت كتير يعني في السيشن وكده بياخد وقت عشان الناس تفهمه. بس يعني اللي عنده مشكله فيه يعني ممكن يرجع لي على البيج بتاعتي او بالتليفون، انا هديله فيديوهات نفس الكونسبت يعني في مايكروسوفت او في يونكس هو مفيش فرق في الكونسبت يعني. بس الحاجات الاساسيه اللي احنا شرحناها في الفيديو دي انا عديت عليها بسرعه، بس ايه يعني لو في لاب وكده والناس معايا انتر اكتف هيبقى الدنيا حلوه والناس هتفهم اكتر يعني. بس اتمنى اكون استفدتوا ان شاء الله من حتى من الكونفيجريشن وجربوها ان شاء الله تستفيدوا يعني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.